السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عندنا بعض العناصر وعايز اعملها على شكل قايمة، فممكن اقول له انا عايز UL اللي هي ان اوردر ليست وهقفلها، وبعد كده اقول له انا عايز احط هنا بقى العناصر اللي هي ليست ال اي، تمام. ابدا اكتب مثلا خلينا نتكلم على اسامي الدول، مثلا اجي هنا اقول له مثلا ايجيبت، واروح قايل له اللي بعد كده مثلا سوريا، وبعد كده مثلا دول عربية غير قطر، وبعد كده الامارات، تمام. طيب بعد كده هقول له كنترول اس وابدا اشوف الجدول هيبقى معمول ازاي، هيجيبهم لي بالشكل ده، خلهم لي على شكل نقط. طيب لو انا عايز، لا ما يبقاش على شكل نقط، على شكل مترقم، تمام. بدل اليو ال هقول له او ال اللي يعني اوردر ليست، واقول له كنترول اس وابدا اشوفها ظاهره ازاي، هلاقي ظاهره 1 2 3 4. طب هل ينفع ان دي تبقى جزء من ديت؟ يعني ممكن اخد ديت كده اهو واحطها تحت الايجيبت بالشكل دوت، تمام. طبعا بقى بدل الايجيبت اخليها كايرو، وهنا اخليها اليكس، وهنا اخليها مثلا اسوان، وهنا مثلا اسيوط، واقول له اس واقول له وريها لي هتبقى عامله ازاي، كايرو اليكس اسوان اسيوط وهكذا. طيب ممكن اقول له لا انا عايز ارتبهم بشكل اخر، او عايز اعملهم بشكل اخر، اقول له هنا مثلا طيب بيساوي، بيقول لك بقى عايزهم ايه او ايه او بأي شكل منهم، هقول له مثلا ايه، تمام. هقول له كنترول اس واقول له عايز اشوفهم A B C D، تمام. دي احدى طرق، بدل ما 1 2 3 4 بقى A B C D. ممكن اقول له بدل كده ممكن اقول له هنا ستارت بتساوي، واقول له مثلا ابدأ لي من 50 مثلا، واقول له يظهر لي الشرطة، فايدة من 50 و 50 و 50 و 53. طيب ممكن اقول له ريفيرسد يعني اكسهم لي، واقول له اظهرهم لي، فيبدأ يجيب لي 4 3 2 1.